هو زي ما حضرتك قلت كده، احيانا حزام الامان مثلا بيكون لونه اسود وهو لابس قميص اسود، فبيحصل مثلا النظاري بعت له رساله عدم ارتداء حزام الامان. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه برضه طمس اللوحات، ممكن جدا يبقى طمس اللوحات على السياره اللي جنبه مش على السياره دي، فلقطه هو تجاوز السرعه. ممكن جدا السياره اللي معديه جنبه مشيت بسرعه رهيبه، فبالتالي لقطه هو ما لقطش السياره. ففي هذه الحالات ديت هو بيقدم تظلم في نيابه المرور، وبيتم الفحص عن طريق طبعا التصوير اللي موجود في المخالفه، وفي هذه الحاله بيتم حفظ المخالفه. وبعدين قرار النائب العام كان برضه لصالح المواطن، ان دلوقتي اللي بيعمل تظلم وبيطلع ان التظلم صحيح وان هو ما ارتكبش المخالفه، رسوم التظلم اللي هي 100 جنيه بيستردها تاني، كان الاول ما بيستردهاش. برضه بالنسبه اللي بيقدم تظلم على مخالفه ما وبفحص المخالفه تبين المخالفه غير صحيحه ولم يرتكبها قاضي السياره، فهذه الحاله بيتم اعاده رسوم التظلم وهي مبلغ قدره 100 جنيه مصري. وده طبعا قرار من النائب العام واحنا بنشكره فيه، كان قبل كده ما بيستردش ال 100 جنيه.